في العام 2020 ألمانيا هتحتفل في الذكرى 250 على ميلاد بيتهوفن، وبهاي المناسبة العظيمة قررنا نزور مدينة بون اللي أنجبت واحتضنت واحد من أعظم الموسيقيين على مر العصور. فخليكم معانا لنشوف المدينة اللي احتضنت بيتهوفن. نبدأ رحلتنا اليوم إن شاء الله في القطار. طبعاً إحنا اليوم متوجهين لمدينة بون. الطريق راح تأخذ معنا أكثر من ساعتين وربع، لأنه راح يكون في الطريق اللي هو أو مشتاكين أو تغيير القطار. يعني راح ننزل من هذا القطار ونطلع في قطار تاني مدينة كولن، وبعد نتوجه لمدينة بون. فخليكم معنا. وبعد تقريبا ساعتين من المواصلات اخيرا وصلنا مدينة بون. طبعا مدينة بون هي العاصمة الاولى لالمانيا، يعني حتى عام 1990 كانت عاصمة المانيا اللي هي مدينة بون مش برلين. طبعا برلين هي العاصمة الان، ولكن بون لحتى انهيار الاتحاد السوفيتي كانت هي عاصمة المانيا. زي ما بنشوف ورانا كمان في جولات سياحية بتنظمها المدينة نفسها لحتى تتعرفوا على الأماكن اللي ممكن تزوروها وتتعرفوا معلومات أكثر عن الأماكن المشهورة والمعالم الأثرية في المدينة. وإحنا بنتجول في المدينة طبعا بنقابل اللي هو تمثال بيتهوفن. طبعا بيتهوفن من مواليد مدينة بون، وهو أهم أحد الأسباب اللي الناس بتيجي على مدينة بون لحتى تشوف وين هو بدأ مسيرته وكيف اتعلم وين المدرسة. طبعا هو بيته اتحول لمتحف والناس بتزوره. طبعا حتى زي ما احنا بنشوف في نص المدينة عاملين له تمثال خاص فيه لحتى يكرموا ذكراه. يعني زي ما احنا بنشوف وانت بتتجول في المدينة حتى بعض المحلات حاطين تمثال لبيتهوفن في الباترينا زي ما احنا شفنا في الصيدلية اللي ورايا. طبعا مدينة بون زيها زي كل المدن الألمانية الكبيرة بتكون خيار كتير ممتاز للتسوق. يعني خلال هاي المدينة بتلاقي كتير محلات لماركات مشهورة، فانت بتلاقي معظم الأشياء اللي انت ممكن تحتاجها. واقفين أمام شتيرن تور. طبعا هذا من أهم المعالم اللي بيميز مدينة بون. هذا هو زي بوابة تاريخية للمدينة تم بنائها في العصور الوسطى، يعني هذا كان زي حصن وهذا هو اللي بتبقي من هذا الحصن. طبعا هو يعني تم هدمه ولكن تم تجديده تقريبا في 1900. صراحة الجو كتير برد، فقلت أخذ لي شوية استراحة أشرب لي شوية قهوة وبعدها بنكمل مشوارنا في المدينة. طبعا
طبعا يا ريت وانت بتتفرج على الفيديو توقف الفيديو شوية وتنزل تحت على زر الاشتراك تشترك في القناة، ويا ريت اذا اعجبك الفيديو وانت تتفرج تضغط على زر اللايك، واذا كان عندكم اي سؤال عن مدينة بون او اذا كان عندكم اي معلومة اضيفوا لي اياها عن هاي المدينة يا ريت اضيفوا لي اياها تحت في خانة التعليقات. طبعا واذا عجبتكم هاي المدينة احكوا لي رأيكم فيها وشو هي المدن اللي احنا ممكن كمان نشوفها في ألمانيا. برضو في محل تاني برضو حاطين تمثال بيتهوفن، وهذا بدلل على المكانة اللي بيحوزها هذا الشخص بالنسبة لهاي المدينة، يعني الأهمية الكبيرة اللي بيمثلها هذا الشخص لمدينة بون. بعد ما تجولنا شوية في المدينة وتفرجنا شوية على الأسعار في بعض المحلات، بنلاحظ طبعا أنه مدينة بون حالها زي حال معظم المدن الكبيرة، بنلاحظ أنه الأسعار شوية بكون سعرها مرتفع عن المدن الصغيرة. فإذا كنتوا بدكم فلوق خاص بالمقارنة ما بين الأسعار في المدن الألمانية وكيف معدل الأسعار بيختلف ما بين طبيعة السلع والأشياء، يعني ما بين السكن والأكل والشرب، انزلوا تحت على خانة التعليقات وكتبوا له أنه أنكم بدكم فلوق خاص في هذا الموضوع. احنا الان موجودين عند بيت بيتهوفن، جيت بدي اعبر البيت ولكن قالوا لي انه لازم تشتري تيكتات لحتى تقدر تعدي، فهم عاملين يعني ها في المقابل في الشقة المقابلة اللي هو محل خاص ببيع التذاكر وبيعوا كتير من الاشياء والمتعلقات اللي تتعلق في بيتهوفن، يعني غير التذاكر بامكانك حتى تشتري سيديهات للموسيقى تاعته او تشتري هدايا تذكارية او ما شابه. زي ما شفنا خلال معظم جولتنا انهم كتير بيهتموا بهاي الشخصية لانه هو اصلا الشخصية الرئيسية اللي بتعبر عن هاي المدينة. احنا الان موجودين قدام مبنى البلدية القديم في مدينة بون، يعني يعتبر هذا المبنى من اهم المباني والمعالم الموجودة في المدينة، يعني بنشوف كتير من السياح حتى بيجوا وبيتصوروا جنب هذا المبنى. في أحيان كتير لما يجوا سياسيين أو وفود رسمية على هاي المدينة بيجوا وبيلقوا كلمتهم من قدام هذا المبنى. نتكلم عن جامعة بون، فإحنا بنتكلم عن جامعة من أكبر الجامعات الموجودة في ألمانيا، يعني تقريبا فيها حوالي 30 ألف طالب بيدرسوا في هاي الجامعة، والجامعة حتى خرجت 7 من اللي حازوا على جائزة نوبل في عدة مجالات، يعني إحنا بنتكلم عن جامعة كتير عريقة. طبعا المبنى اللي موجود ورايا هو مبنى من ضمن ممتلكات الجامعة، وهذا إشي كتير جميل. بجانب المعالم الكتير الموجودة في مدينة بون كمان في مبنى للأمم المتحدة، يعني المبنى الموجود في ألمانيا موجود مقره في مدينة بون. طبعا مدينة بون زيها زي معظم المدن الرئيسية اللي في شمال النورد راين بتطل على نهر الراين، بس رغم انه الشمس طالعة ولكن كتير الدنيا برد، انا فعليا مش قادر امسك الكاميرا من كتر البرد. وبهيك بكون وصلنا لنهاية فلوق اليوم اللي تعرفنا فيه على مدينة بون في شمال النورد راين.
طبعا يا ريت اذا اعجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وما تنسوا تحطوا لايك للفيديو، ويعطيكم الف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.